الفيمتو كاتاركت او ازاله المياه البيضاء باستخدام الفيمتو ليزر. المسمى نوعا ما يعني بيخلي بعض المرضى يفتكروا ان العمليه بتتعمل بالليزر ازيف ان الليزر هو اللي بيشيل المياه البيضاء. لا، هي القصه كلها ان الفيمتو ليزر ده عباره عن تول انا بقدر بيها افتت عدسه العين داخل العين. فانا بستخدم الفيمتو سكند ليزر في ان هو يعمل زي فتحه دائريه في محفظه العدسه الاماميه، دي اول خطوه في خطوات العمليه. وبعد كده الفيمتو سكند ليزر بينزل يفتت محتويات العدسه، بعد كده بخش برضو من ثقب دقيق بجانب القرنيه اشفط كل محتويات العدسه ديت وانظف مكانها كويس، وبعد كده بنفس الثقب دوت بنزرع عدسه لينه داخل محفظه العدسه. ده باختصار المفهوم بتاع الفيمتو كاتراكت او استخدام الفيمتو ليزر في علاج الميه البيضاء. الفيمتو كاتراكت ممكن معايا بالمره وانا داخل برضو بالفئيب بدل بستخدم الفيمتو سكند ليزر، ممكن استخدم الفيمتو سكند ليزر في ان هو يفتح لي الفتحات الجراحيه بتاعتي، بدل ما انا اخش من ثقب دقيق مصنوع ايه او مفتوح بطريقه ميكانيكال باستخدام مشارط دقيقه، لا ممكن الفيمتو سكند ليزر نفسه هو اللي يعمل لي القطع دواء او الفتحه ديت في القرنيه اللي هخش منها. ممكن كمان استخدم الفيمتو سكند ليزر في ان هو يعمل لي تشريط جزئي لاطراف القرنيه في المحاور اللي فيها استجماتيزم عالي شويه، فاعالج الاستجماتيزم كمان مع العمليه، وبالتالي الفيمتو سكند ليزر بيكمل لي ايه الشغلانه. انا عايز اخش العمليه اعمل عمليه كويسه، هو هيديني احسن عمليه ان شاء الله، وعايز برضو بعد العمليه ما استخدمش نظاره، فهو هيصلح لي الاستجماتيزم وهيقلل لي كمان نسبه الاستجماتيزم الناتج من الفتحات اللي بنفتحها بالطرق العاديه.